وصل خوت، مرحبا بكم فيديو جديد. المهم كيف ما شوف عنوان اليوم الفلوق ديال شنو هو احسن موتور، شنو هو اللي تقدر تبدا به، ولا زعما اللي المهم نعطيكم هذا الموضوع، نعطيكم زعما اي معلومه تخصكم. المهم اي واحد كيبغي يبدا بشي موتور ضروري كيبدا بموتور صغير، كيطلق يدو وتخربيق. كاين دابا موتور شيمو ولا موتور صغير، كاين ثلاث انواع، كاين الاوتوماتيك بحال شكل النيترو ياك، وكاين شنو هو كاين اللي في امبري في امبرياج. ياك راه ملي تلقى فين لقيت العيب ولا ملقيتيهاش؟ لقيتيها معلم، اذا ما كاين غير ليه مزك، اذا ما كاينه ترباك سمعتوني. ها دابا مزيان، دابا ندير مقارنه. قلت لكم كاين جوج انواع ديال شنو هو، كاين اللي بحال هذا وفيه في زعما في فيتيس وكاين اوتوماتيك بلا امبرياج. كاين فيهم امبرياج واحد ديالها بادي من احسن بحال شكل طون 3، هذه من ناحيه الامبرياج ولا بلا امبرياج. عاد نهضروا في الشكل والنوع تخربيق. من احسن حاجه يبدا بموتور ديال فيتيس بلا امبرياج. علاش؟ حيت الامبرياج واحد النهار يقد تكون غادي بعيد وانت يلا بادي ما فهمتش مزيان، يتقطع كابل الامبرياج وانت يلا بادي ما عارفش كيفاش غتصوفي راسك الا حنسرك ياك. هذه نقطة. النقطة الثانية، دابا انت غتشري موتور صغير باينة كيما تيقولو حنايا، الموتور تيكون خاري ما تيكونش كيجبد بزاف، دونك غتشوف الموتور اللي غتقلب في جوجل اكثر موتور خفيف تقل بحال دابا 33. بالنسبة لي انسب موتور، انسب موتور في موتور صغار لحقاش فيه غير 98 كيلو. راه هاد البيكان هادي انت بحال هاد الحمار هذا، كتزاحم الزمر هذا فهمتوني. بعدا هاد البيكان ما هو دير معنا في جروب سامي، عاد مؤخرا هضر معايا قال لي خاصني الاخر، خاصني الجناوح ديال بيكان نيمار. قلت لي راه ساعات تلقاهم، دابا بقا نلقاهم فهمتو. تاني حاجة خاصكم تشوفوا الموتور اللي فيه بي اس موجود، بحال بي اس موجود معروف فيه كاين 33 بي اس مشتش ما توحلش فيه. عندك السيماتي، عندك هاد بيكا نايمار، عندك بيكا ار في اكس، عندك ديك موتور سي 50 مع سي ار 50، هادو البيس ديالهم شويه ناقص. دونك اخو انت يلا بدي في الموتور غتشوف الموتور اللي داير بوم فهمتي. واحد القضيه راه تقول لك موتور شنو هو ماشي صحاح، موتور شنو هو خويا صحاح صبارين فهمتيني. راه دابا تقبتي الحفاري راه يصبروا معاك، ولكن تيبقاو مطر ديال مليون، راه ماشي مطر ديال 20 مليون فهمتي بلان. دونك دابا شنو قلنا لي تيب ديال الموتور، قلنا اوتوماتيك وكاين مانويل. المانويل فيه جوج، كاين اللي بحال هكذا فيه فران لور هنايا ما فيهش لومبرياج، هادو احسن حاجه. الاخر ديال لومبرياج غير يمرضكم، هو مزيان من واحد الناحيه بحال هاش. نعطيكم مثال، بحال دابا انت سير اختي ولا خويا، حيت دابا انت مثلا غتشري واحد المده غدوز بين اللي ولا شي موطور كبير فهمتوني. هذيك الساعه مزيان، ولكن انت ناوي تطوي فيه واحد 8 شهور 9 شهور، بدا خويا بالموطور اللي في غير الاخر، غير فيتيسات بلا امبرياج، كتسمى بوط اوتوماتيك فهمتو بلان. ثاني حاجه غتشوف الموطور اللي بيس ديالو موجود لحقاش. دابا انت بحال دابا عندكم ميتا، بحال دابا انا الموطور الجاي ديالي هو بيني لي، والناس اللي قدام كنت نقول لهم يا بيني لي يا داك كوجي موطو، هي انا بالنسبه لي مزيانه لي كوجي موطو، كونسوماسيون هابطه، موتور من لا ميزون ما فيه حتى مشكل، ولكن مازال بيس ديالو ما داخلش. والله صافي شي زلقه غير طيحك الشا، ولا غير شي صاحبك راه تيتور طيح شي حاجه، غير مثلا بوله ما غتلقاهاش. بيني لي مازال بيس ديالو موجود، واخا بيني لي كتاكل على كتاكل على كوجي موتور فهمتوا بلان. على حيت بيني لي داير بوم، دونك تا طون 3 وبيكان اس اش صغير دايرين بوم. ودابا نذكروا السلبيات، السلبيات ديال الموتور الصغار، السلبيات ديال الموتور الصغار كلهم سيماتي بيكان اي حاجه كتضرب بالك. ما صحاحش في الكاريناج، دابا على الكاريناج ماشي الكادر صحيح الكارين او بحال هذا كاريناج هنايا هو تقيد زعزع بحال دابا حفاري، انت شي حفره صغيره غير شي مطب صغير كيف تيقولوا
انت اسمع اسمع تسنى بحال هنايا اسمع شي كترضخ كتسمع بزاف انت هادي هبطه صغيره ها انت بقيت تحرك هادو تحرك هادو ها انت هنايا هذا ما صحاش مزيان شي هو هو تي ماشد وكاين شي كثير شي حاجه ها انت ما صحاش مزيان شي ها انت البوله غادي تقدر تتحرك هادو شنو هو العاده كما قلت لكم موتور مليون ما توقعش منه شي حاجه فهمتي حنا كامل مدرنا على الرابيس ولا داك الشيء راه مليون ما تلقاش في هذا الشيء حنا كنضرب هذا موتور بحال تقول موتور ديال التمرميد غتعلم فيه شويه ميكانيك كيفاش دير فيه دونج امتى دير فيه دونج انت غادي تسمع تقرقيه في ماكينه كتعرف مناش بحال دابا اي صوت كنسمعو دابا تقول تبارك الله الموتور عامين وعندي اي حاجه كنسمع في موتور تعرف مناش جايه بلا ما تسنى السيكليست يشرح ليا كنمشي عند السيكليست نقول ليه راه هذيك البياسه صافي و تفهم بحال دابا مشات طلعت الكونسوماسيون طلعت بواحد الشويه تقول لك مر الوايد مفشوشين كيما شي حاجه ولا موسخ كاربوراتور كتشي فاهم كل شيء فهمتي كتولي تحية يا اخي جلوفو سمعتوني كتولي عارف شنو دوف هذا في موطورك لومبري شو زون لومبري مزيان كيسوق لومبري زون اصاحبي ولكن كيما قلت لكم تقول شي درا شي بلاصه بعيده ويسكت لك ما باش نحرق الضو حمر كي غنحرقو باردون سمعتوني قلت لكم لومبرياج الى الى شنو تقطع كابل في بلاصه بعيده بقيتي تما غتحنسر اللهم اخويا خذ شي موطور بحال هكذا واحد القضيه شوف انا كما تيقولوا الاذواق شنو نقاش انا بالنسبه ليا اللي كيمشي يشري موطور سيماتي بحال الدري اللي تلاقينا قبيله سيماتي وداك بيكان نيمار كيجي بحال ماشي زعما لا ماشي زعما حمار شي حاجه حاجه وكيم بحال كيجيني كنضيع فلوسو كيضيع وقته تحيات فيها سيري بخير الله يحفظك سمعتوا بلان قلت لكم بحال كيضيع بحال كيضيع غير فلوس وقته هاي خويا 33 شي حاجه دايره مليون و 2500 درهم 250 ريال سما تدير مليون و 8000 درهم بحال هكا ما عرفتش شحال دايره الثمن ديال بينيلي بلاش وفي الخاصه كونت هو دي سبقها فهمت شو بلان المهم دابا زعما هادشي كاين في الفيديو قلت لكم شنو السلبيات ديال الموتور الايجابيات حاجه وحده هو ان الكونسوماسيون هابطه فيهم بزاف دونك اي واحد يقد على هاد الموتور هذا فهمتوني كدير فيه مثلا بلان ديك 60 65 درهم كيضرب لي 200 كيلومتر 200 كيلومتر راه بحال تقول 60 درهم ماشي كازا ونجي ونتسال شويه في الرباط عادي قد يسكت ليا هذا بقى قبل ما عندهم مثلا سوزوكي مي شي حاجه مي شنو كيدير كيبدل الجوانت كيدير الكربون كينقص البيس ولا كيدير البيس كربون باش خفاف علاش هو ده موتور ميل تيحاول لي ينقص في البو ديالها انت عندك موتور صغير خرشاشه وغادي تثقيل فيهم راه تما فين كتعرف بنادم لي موتور ولا ماشي لي موتور مو خوت انتم تكون الفكره ولا الموضوع النقط ديالو واضحين هو صراحة هذا الموديل جديد خاصو يكون 140 هذيك هي الحلاوه ديالو 140 المبين كان يا معلم يا ساخي تقشعو ما هو الدري عنده الاخر طنطرو 2023 قيل الاخر ما شوش الاخر وقيل قال لي المهم الاواخر الله سيري يا خونا هذا بروز بغي يدور كبر الدورة يا خوت بيس